النهارده بنتكلم على دراسة أمريكية بتتناول كيفية تسبب أدوية خفض الكوليسترول في ألم العضلات، وإحنا قلنا إن أشهر حاجة فيها هي الستاتينز اللي بتعمل هذا الموضوع. بنقول هنا في المقالة دي إن المرضى الذين يتناولون أدوية مخفضة للكوليسترول بالدم في كثير من الأحيان يشكون من مشاكل في العضلات وكذلك مشاكل في الذاكرة، وعادة الألم لا يستطيعون تحمله وفقا للموقع الطبي الهيلث داي نيوز. ولكن لماذا يحدث هذا؟ في دراسة حديثة حدد علماء الصيدلة البروفيسور ألكسندر كيمر وجيسيكا هوباستر من جامعة سارلاند علاقة سببية محتملة، حيث وجد أنه وفقا لنتائج عملهم تسبب الستاتينز في زيادة إنتاج بروتين مسمى GILZ الذي يضعف وظائف خلايا العضلات. وقال الباحثون ان الادويه التي تخفض الكوليسترول والتي يشار اليها عاده باسم الستاتينز هي بعض من اكثر الادويه الموصوفه في جميع انحاء العالم، وبشكل عام الستاتينز جيد التحمل من قبل المرضى، ومع ذلك فانه ليس من غير المألوف للمرضى الذين يتناولون الستاتينز ان يشتكوا من الام العضلات او ضعف العضلات. ووفقا لارقام الدراسات المرصودة تم العثور على مشاكل في العضلات في من 5 إلى 29% من الحالات، ويبدو أن المرضى الأكبر سنا والمريضات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض، ولكن أيضا المرضى الذين ينشطون بدنيا للغاية حسب ما ذكر ألكسندرا كيمر أستاذة علم الأحياء الصيدلاني بجامعة سارلاند. وفي عام 2018 تم علاج أكثر من 6 ملايين مريض في ألمانيا بالستاتينز، وقد يوحي بأن مشاكل العضلات قد تؤثر على مئات الآلاف من المرضى وربما يصل إلى 1.8 مليون في ألمانيا وحدها. وحدد الباحثون الآن السبب الفعلي لآلام العضلات الذي يصيب المرضى الذين يتلقون الستاتينز، ويعتقدون أن البروتين المعروف باسم GILZ هو المسؤول. وأضاف الباحثون أن أدوية الستاتينز بتمنع أمراض القلب هي مهمة والأوعية الدموية، ليس فقط عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم ولكن أيضا عن طريق الحد من التهاب الأوعية الدموية. ولهذا السبب اعتقدنا أنه قد يكون هناك اتصال بين الستاتين والبروتين GILZ، وتشير البيانات إلى أن وجود GILZ في الجسم يمكن أن يكون له آثار جانبية وسلبية على حد سواء. مع السلامة.